لكن فيوتشر بيقترب من احراز الهدف الاول بقوه، هجمه يمين وهجمه شمال، وادي واحده في مساحه حلوه، عبد الكبير الوادي بيلعبها الناصر ومروان محسن جوه الجول، مروان محسن جوه الجول، الهدف الاول لفيوتشر كان يعني انا كنت جايبها من الكنترول. لسه بقول فيوتشر يقترب بشده من احراز الهدف الاول، وقد كان 1-0 لفيوتشر، نتيجة طبيعية حتى الآن للضغط اللي عامله فيوتشر على نادي الاتحاد، وعلى طول بيحطها على طول مروان. التبديل لسه نازل من قليل هنشوفها تاني. لسه في اللقطة دي بقول يقترب بشدة فيوتشر من إحراز أول أهدافه، ضغط في اليمين وضغط في الشمال. بص كام لاعب، 6 لعيبة، وادي عبد الكبير بيلعبها، وادي تجلية، ومروان محسن ما يجليش، مروان محسن صاحب الأربع أهداف، بقوا 5 أهداف في لقاء اليوم. بص التبديلات، عبد الكبير الوادي، ناصر ماهر، ثم مروان. ادي تبديلات نادي فيوتشر الحلوه، ومروان محسن بيحرز 5 أهدافه في البطوله. قناص يا مروان، حلوه حلوه حلوه.